أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نشرت مجلة ناشونال انترست الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن سعي مقتدى الصدر إلى فرض ما لا يستطيع كسبه بالإجماع، مثله مثل الخميني وخامنئي. وقالت المجلة في تقريرها إن عددا قليلا من الأمريكيين كانوا يعرفون من هو مقتدى الصدر قبل عقدين، ولا يعود ذلك لجهلهم بالعراق، بل لأنه شخصية لم تكن معروفة في ذلك الوقت حتى بالنسبة لقلة من العراقيين. مع سقوط بغداد لعبت الولايات المتحدة ورقتها الأخيرة، حيث كان المسؤولون الأمريكيين يأملون في إنشاء روابط مع القيادة الدينية في العراق من خلال عبد المجيد الخوئي، نجد الراحل آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي، الذي يحظى بإعجاب واسع. بعد أسبوع من عودة الخوئي إلى النجف زار ضريح الإمام علي، واحتراما لقداسة الموقع ترك الخوئي فصيله الأمنية المسلح عند البوابات، لكنه قتل داخل الضريح على يد مجموعة يوجهها مقتدى الصدر الابن الأصغر لمحمد محمد صادق الصدر. أفادت المجلة بأن ما افتقر إليه الصدر في الفطنة والتقوى عوضه بالطموح والفساد. بالنسبة له لم تكن النجف موقعا مقدسا، بل مصدر ربح يمكن من خلاله تجميع ثروة من الحج. لقد صور نفسه كمدافع حقيقي عن السيادة العراقية حتى عندما باع البلاد لإيران المجاورة، وقد استخدم تكتيكات المافيا لابتزاز الأموال وتقييد الأسواق وحشد العصابات لتخويف المنافسين، كما وجدت شعوبيته أرضاً خصبة في الأحياء الفقيرة في بغداد، واكتسب قوة سياسية نافذة حتى عندما احتقرته الحوزة شاركه السياسيون العراقيون، ورغم اختلاف فصيلهم كان منطقهم متشابهة. ألهم الصدر الجماهير لكنه لم يستطع السيطرة عليهم، وكان فصيله منقسمة. كان لدى طهران استراتيجية أخرى للتعامل مع الصدر، ولم يراهن الاستراتيجيون الإيرانيون على شخص واحد، فحتى عندما قدم الحرس الثوري الإسلامي الأسلحة والاستخبارات والأموال للصدر دعم أيضا مجموعات مثل فيلق بدر، وكلما واجهت طهران صعوبة في السيطرة على الصدر كانت ببساطة تحول الأموال إلى منافسيه. وأشارت المجلة إلى أن واشنطن تعيش حالة دائمة من النسيان التاريخي والوعود الوهمية. استوعب دبلوماسيون ومحللون استخباراتيون موقف الصدر الجديد المناهض لإيران، وبدأوا التفكير فيما إذا كان قد يوفر بعض الأمل لمواجهة القوة الداخلية المتنامية للميليشيات التي ترعاها إيران داخل العراق. وبينما رفض الصدر الاجتماع أو التحدث مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين، استمر الحوار لسنوات من خلال وسطاء مختارين. ويعتقد العديد من المسؤولين الأمريكيين اليوم أن التحالف الصدر الفعلي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني هو تحالف جوهري ورمزي في الوقت نفسه. مع ذلك يظل الاعتقاد بأن الصدر قد تغير مجرد أن تغيير الصدر أن قد يتغير مجرد هراء، والتوهم بأنه يسعى إلى بناء عراق نزيه أو ليبرالي أو حتى محايد هو أيضا هراء. لفهم الصدر من المهم تقدير طموحه الحقيقي، فهو يعارض ويسعى الآن إلى هدم النظام العراقي الحالي، ليس لأن فساده المتأصل يضايقه، وإنما لأن الأخذ والعطاء السياسي يتعارض مع أجندته الأوسع. لا يتعلق عداء الحالي تجاه إيران بأي خلاف أساسي مع الجمهورية الإسلامية بقدر ما يتعلق بعدم رغبة الصدر في تقاسم السلطة أو الخضوع. ففي إيران الأساس اللاهوتي لحكم المرشد الأعلى علي خامنئي مكرس في مفهوم ولاية الفقيه، بينما يطمح الصدر للقيادة مع أنه يعلم أنه لا يستطيع أبداً اكتساب النفوذ الذي كان يمارسه والده أو آيات الله الحاليون في النجف. وحتى في إطار نظام ولاية الفقيه فقد يفرض إرادته سياسياً وليس دينياً،
وأوضحت المجلة أنه في الأشهر التي سبقت إطاحة الخميني بنظام الشاه في إيران نفى أي مصلحة في السلطة الشخصية، وأصر على أنه يسعى فقط إلى الديمقراطية، وقد قام الكثيرون في الغرب بتأييده. اليوم يتبع الصدر نفس قواعد اللعبة كما تفعل وزارة الخارجية، إذ يؤمن الدبلوماسيون أن الصدر قد تغير، لكن لا يوجد دليل على ذلك بخلاف خطابه. على مدى عقدين من الزمن كبحت النخبة السياسية العراقية الصدر، لكن عبر الطيف السياسي في بغداد نرى اليوم إجماعاً على أن نظام ما بعد عام 2003 قد فشل. في مثل هذه الحالة يصبح الصدر أكثر خطورة. يقول الكاتب عبد اللطيف السعدون: لم يعد العراق اليوم مركز الكون الذي تحدثت عنه الأساطير، فقد هشمته السياسات الهوجاء والأقدار القاسية على مدى عقود، حتى كادت أن تودي بكيانه الموحد وتجعله هشيماً تذره الرياح، وهو في هذه الأيام يوشك أن يصل إلى كرة النار. لا أحد يعرف كيف ستؤول الأمور، لا نعرف كيف ستسير الأمور بعد ذلك. نحن الذين اختبرنا السياسة واختبرتنا السياسة، لم يعد سهلاً علينا أن نقول كلمتنا. فالأحداث اليومية في حالة سيولة، وتكاد تنعدم الرؤية في ملاحقة ما يجري في العراق الذي لم يعد مكاناً آمناً صالحاً للعيش بعدما استوطنته الميليشيات واصطبغ كل ما فيه بلون الدم، ولم تعد بغداد بيئة قابلة للتسويات أو للحلول الوسط، فقد انقطعت الخيوط بين كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، كما لم يعد هناك رابط بين ما يفكر فيه السياسيون وبين ما يريده المواطنون الذين انصرفوا عن تأمل الواقع الماثل، وبعضهم أدمن اليأس. العراق الذي نعرف لم يعد كما كان، فقد تحول إلى بلد مستباح يغشاه تدهور مريع. لا برلمان، لا حكومة، لا قضاء، لا صحافة حرة، لا إعلام مستقلا، لا كهرباء، لا ماء، لا خدمات، لا صناعات، لا زرع ولا ضرع، وكل ما فيه حكام فاسدون وميليشيات سوداء وأمن مفقود وسلاح منفلت، ومليارات الدولارات تنهب في وضح النهار، وجوعى يموتون على الأرصفة، وأجساد تتهاوى في القاع بفعل وحشي من فاعل معلوم. الأمريكيون غير غافلين عما يجري هنا، فهذه الفوضى الخلاقة هم من صنعوها لنا، وهم من كتبوا دستورها، وهم من جمع الأفاقين واللصوص من أزقة العالم كي يحكمونا. أما الإيرانيون فقد خطفوا بلدنا، وكل همهم أن يجعلوا منه ضيعة تابعة لهم تشكل ممراً استراتيجياً نحو البحر، حيث سوريا ولبنان وما وراءهما، وبما يوطد مشروعهم التاريخي الذي يعملون عليه، وهم ينتظرون ساعة توقيع صفقة الاتفاق النووي مع الأمريكيين كي تشرع الأبواب أمامهم للتغلغل أكثر فأكثر في ديارنا وللتحكم في مآلات شعوبنا. ونقرأ تقريراً لموقع ألترا عراق، جاء فيه: فور الخطاب الحاد والصادم لمقتدى الصدر أثيرت تساؤلات وتكهنات حول الضغوط التي قد يكون زعيم التيار تعرض لها ليوبخ أنصاره ويدعوهم إلى التقهقر نهو منازلهم في 60 دقيقة فقط ظهر الثلاثاء. الأمر لم يقتصر على إعلان تنازل المرجع كاظم الحائري الغطاء الشرعي للتيار الصدري وفق عدد من الباحثين والصحفيين الذين ناقشهم موقع ألترا عراق، بل يتعدى ذلك إلى رسائل تلقاها الصدر من جهات عدة، من بينها مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني. يدور حديث كبير عن تدخل شخصيات بارزة للضغط على الصدر إثر أحداث المنطقة الخضراء، من بينهم حسن نصر الله. يعتمد مؤيدو هذه المعلومات إلى الانفعال الشديد الذي اتسم به خطاب الصدر المرتجل، والذي اضطر على أثره إلى إصدار أكثر من توضيح ليخفف من وطأته على أنصاره. ومن بين تلك الجهات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وفق ما أكدت شخصية لبنانية رفيعة لألترا عراق في تسجيل صوتي تعليقا على معلومات تسربت حول اتصال استغرق دقائق قليلة تلقاه زعيم التيار الصدري. نصر الله يرى في الحرب بين الأطراف الشيعية سقوطا جديدا للعراق بعد عام 2003،
قالت الشخصية التي طلب إبقاء هويتها سراً مبينة أن نصر الله طرح بعض الأفكار مناقشة عملية سياسية شاملة تذهب إلى أبعد من حل البرلمان العراقي عبر المحكمة الاتحادية والتوجه إلى نحو انتخابات مبكرة. لم يحدد نصر الله موعدا للمضي بمبادرته بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، لكن كان اتصاله كافيا ليزجر الصدر أنصاره ويأمرهم بالانسحاب في 60 دقيقة فقط وفق تعبير الشخصية اللبنانية. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للصحفي بيتر بينارت حمل عنوان هل تاه النضال ضد معاداة السامية عن السبيل؟ وأشار الكاتب إلى أنه على مدى 18 شهراً الماضية أقدمت أبرز المنظمات اليهودية الأمريكية على فعل شيء غير عادي، وذلك بتوجيه الاتهام لمنظمات حقوق الإنسان الرائدة في العالم بأنها تروج الكراهية ضد اليهود في شهر نيسان أبريل الماضي. وبعد أن أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري وجرائم اضطهاد وتنكيل، زعمت اللجنة اليهودية الأمريكية أن الحجج التي أوردتها المنظمة في تقريرها تقترب من معاداة السامية. وفي كانون 2 يناير، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية دراستها حول المزاعم بممارسة إسرائيل للفصل العنصري، تنبأت رابطة مناهضة التشهير بأن ذلك التقرير سوف يؤدي على الأغلب إلى تكريس المعاداة للسامية. والآن أما وقد صار كل تحدي للدولة اليهودية يقابل بالاتهام بالتعصب ضد اليهود، فقد حولت المنظمات اليهودية الأمريكية البارزة وحلفاؤها داخل الحكومة الأمريكية النضال ضد معاداة السامية إلى وسيلة ليس من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وإنما من أجل إنكارها. فمعظم الفلسطينيين يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية داخل إسرائيل أو بدون حقوق مواطنة على الإطلاق داخل المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام 67 و900 ألف، أو يعيشون خارج حدود إسرائيل لأنهم هم أو ذراريهم طردوا أو لاذوا بالفرار ولم يسمح لهم بالعودة. ولكن بموجب تعريف معاداة السامية الذي تروج له رابطة مناهضة للتشهير واللجنة اليهودية الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية، يغدو الفلسطينيون معادين للسامية، فيما لو طالبوا باستبدال الدولة التي تحابي اليهود بدولة لا تميز بين مواطنيها على أساس عرقي أو ديني. إلا أن الحملة ضد معاداة السامية باتت سيفا يشهر لتبرير ليس فقط انتهاك حقوق الفلسطينيين الإنسانية. رسوم من الكاريكاتير تنتقد الواقع بأسلوبها الخاص. انطلق في العاصمة التركية أنقرة مهرجان فينتج الذي يضم عروضاً وأنشطة مختلفة، بينها معرض للسيارات الكلاسيكية، ويقام المهرجان في مركز للتسوق في العاصمة التركية. وضم المهرجان معرضاً للسيارات الكلاسيكية ومنصات لعرض مقتنيات أثرية مختلفة وعروضاً مسرحية وحفلات موسيقية وأنشطة وورشات عمل مختلفة. أطلقت منصة تويتر ميزتها الجديدة دائرة تويتر، التي تتيح للمغردين حول العالم
مشاركة تغريداتهم مع مجموعة محددة من المتابعين، ويتمتع رواد المنصة من خلال الميزة بالقدرة على اختيار قائمة المتابعين الذين يمكنهم رؤية تغريداتهم والتفاعل معها بسهولة عند نشرها، وبذلك بات بإمكان المغردين الاستمتاع بإجراء محادثات ذات طابع شخصي وتعزيز العلاقة التي تربطهم بمجموعات محددة من متابعيهم. واختبرت النسخة التجريبية من هذه الميزة على مجموعة محددة من رواد المنصة في شهر إبريل نيسان الماضي، الأمر الذي أتاح ابتكار أدوات جديدة تتوافق مع التفضيلات الشخصية للمغردين واتخاذ القرارات بشأن مشاركة المحتوى واختيار المتابعين وتحديد الوقت الأنسب للتفاعل معهم ضمن دائرة تويتر. ضمن دائرة تويتر يستطيع المغردون وقبل نشر أي تغريدة رؤية خيار مشاركتها مع دائرة محددة من المتابعين أو جميعهم، ويمكنهم إضافة عدد يصل إلى 150 متابعاً ضمن تلك الدائرة. وسيتمكن المتابعون ضمن دائرة تويتر من رؤية إشارة خضراء عند أسفل التغريدات التي يرغبون بنشرها، ولا يمكن إعادة نشر هذه التغريدات أو مشاركتها، علماً بأن المتابعين المدرجين ضمن الدائرة المحددة فقط يمكنهم رؤية التغريدات والتفاعل معها والرد عليها بخصوصية تامة. تابعوا معنا هذه المادة الفيديوية التي اخترناها لكم هذا اليوم. الكثير من الأطفال والزوار لمدينة الموصل لم يشاهدوا جامع النور يوم إذنة الحدباء. نحاول من خلال هذا الواقع الافتراضي أن نجعل الشخص يتجول في هذه المواقع واسترجاع هذه الذكريات. يعني رحت بغير عالم، كنت أتمنى المفترض يكون حقيقي، يعني فعلا عشته وبسعادة ورحتوا على غير عالم، رحنا على قبل 40 سنة، فعشتها يعني بلحظات وكأنها سنين. لما رجعت بأن هذا مفترض ما حقيقي تألمت، يعني كنت أتمنى هاي تكون حقيقة. نعم، يعني هاي المشاهد أغلبها استخدمنا صور قديمة للمدينة، بالإضافة مثل جامع النبي يونس احتجنا إلى مجموعة من الصور أخذناها من الناس مدنيين، يعني عندهم صور كنا التقطوها لنفسهم أو يعني شخصية أو غيرها، حصلناها منهم واعتقدنا أنه نعيد بناء الجامع. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.